مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا. نتمنى دائما أن تكونوا في أحسن حال. لو هنتكلم على السيدات أو النساء، هنتكلم على الأم، على الإبنة والأخت والزوجة، وكيف يكون تأثيرهم في تنشئة الأسرة، كيف تكون الأسرة صالحة أو الأسرة قوية ومتماسكة بفضل السيدات والنساء فيها. في ديننا الكريم في الحقيقة مكانة كبيرة جدا وقدر كبير للمرأة، وأيضا في التاريخ الإسلامي لو هنذكر العديد من السيدات الناجحات وصاحبات الدور الكبير في تاريخ الإسلام وفي الحضارة الإسلامية، فأيضا موجود ومذكور. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة دائما ما كان يحرص على يعني الوصاية على النساء، وأن يطمئن وأن يعني يكون هناك حرص على حماية النساء والمرأة من أي أذى جسدي أو نفسي. وفي الحقيقة مواقف كتير بتشهد لذلك، وهنعرفها من خلال فقرتنا هذه مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف. برحب بحضرتك، أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذة، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وحضرتك بكل خير. وحضرتك بكل خير. يعني لو هنتكلم على المرأة، مكانة المرأة في ديننا، ويمكن كده بعض الأحاديث اللي معظمنا عارفها أو تيجي تقولها اللي قدامك يكمل لك الحديث على طول وكلنا حافظينها تماما، ولكن وقت بقى التطبيق أو وقت الحياة العملية، وخاصة ما يعني وضعته الظروف الأخيرة وفي المرحلة اللي احنا عايشينها من ضغوط كبيرة على المرأة في كل المراحل في الحقيقة، يعني بنشوف لأ عكس ده شوي. ليه أصبح هناك مفارقة ما بين ما يوصي به الدين وما يوصي به سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومواقف كتيرة المذكورة، وما بين الواقع؟ احنا بنشوف مظاهر عديدة نتمنى أن تختفي تماما وأن تعود مكانة المرأة وتقدير المرأة حقيقي مش بس في كلام. يعني بداية الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله ونور وجهه سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا تحب محمدا، فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد، أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد، وشفاعة ترجى ليوم كريهة، وتقلبي بين النعيم أخلد، وتفاخري بين الأنام بأنني من أمة فيها النبي محمد. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة أحباب سيدنا رسول الله، المرأة والإسلام ومكانة المرأة في الإسلام ووضع المرأة حاليا بين المسلمين وعند غير المسلمين. أولا، لما جاء الإسلام جاء والمرأة ليس لها مكانا ولا مكانة ولا منزلة ولا تقديرا. جاء الإسلام والمرأة في عهد العرب في وقتها في القوم الذين نزل فيهم القرآن هي سلعة تباع وتشترى، هي تركة تورث وتورث، هي محرومة من ميراث أبيها أو زوجها، فليس لها مكانة ولا مكانا بين العرب. كانوا أحيانا يؤيدون البنات يعني لعدم الاستبشار بهذه الخلفة يعني. نعم. وهذه فيها قصص طويلة، وجاء الإسلام لينهى عن هذا كله. جاء الإسلام ليرفع مكانة المرأة من لا شيء إلى كل شيء، من العدم إلى الوجود، ووهبها كل مكانة ومنزلة بين الأمم أجمعين. وما زالت المرأة تفتخر بمكانتها الآن التي كرمها الله جل وعلا. فالله جل وعلا لما تكلم عن بني آدم، وبني آدم يشملون أو تشمل هذه الكلمة بني آدم الرجال والنساء، قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله جل وعلا لم يقل ولقد كرمنا الرجال من بني آدم، ولكن قال بني آدم، رجالهم ونساؤهم، كبارهم وصغارهم، أطفالهم وبناتهم. كرم الله جل وعلا المرأة زي ما حضرتك قلت في البداية، كرمها الله جل وعلا أما، وكرمها الله جل وعلا بنتا، وكرمها الله جل وعلا أختا، وكرمها الله جل وعلا زوجة. فأعلى الله جل وعلا مكانة المرأة أما. فماذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال صلى الله عليه وسلم أمك. ولكن الصحابي يريد المزيد، يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟
قال له النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية: أمك. ولكن هذا لم يكفي الصحابي: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي للمرة الثالثة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. أمك ثم أمك ثم أمك، توكيد وتوكيد. نعم، يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أبوك. ثلاث مرات للأم ومرة للوالد. لما يا رسول الله؟ وكأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نقدم الشكر والتحية والتقدير للتي حملت والتي وضعت والتي أرضعت والتي شاركت الوالد في التربية، فلها ثلاث وللوالد مرة واحدة. فأكرموا الأمة فإنها مدرسة، وإن صلحت صلح سائر البشر أو صلحت سائر الأمة. كرم الإسلام المرأة زوجة فأعلى قدرها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من يظلم زوجته أو ينتقص حقها له عذاب عند الله سبحانه وتعالى، فرفع الله جل وعلا مكانتها. هم دلوقتي بيقولوا إن المرأة نصف المجتمع، ولكن الإسلام بيقول لنا غير كده. الإسلام بيقول لنا إن المرأة هي المجتمع كله. لما؟ لأنها هي نصف المجتمع، الرجل النصف والمرأة النصف. نعم، ولكن المرأة هي التي تلد النصف الآخر، وهي التي تربي النصف الآخر، وهي التي تنشئ أنجاء أجيالاً على القيم والأخلاق والدين. هم الذين يرفعون العماد. وانظري إلى كل عظيم تجد خلفه امرأة. انظري إلى سيدنا الإمام الشافعي، إن الذي رباه أمه وليس أباه. انظري إلى محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، الذي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. كانت أمه وهي ما زالت حامل فيه كانت تقف على الشاطئ على أسوار القسطنطينية وتضع يدها على بطنها وتخاطب من في بطنها وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. ثم تخاطب من في بطنها وتقول له: كن أميرها، كن أميرها. فكان بفضل الله أميرا لها وكان فاتحا لها، فصار محمد الفاتح. إن صلاح الدين الأيوبي، ده حقيقي. العديد من الأمثلة يعني لن نحصيها في الحقيقة. نعم، ولكن هعود تاني لهذه الجزئية الخاصة. نعم، بمدى تطبيقنا لاحترام المرأة ومكانتها. نعم، اللي بالطبع وعندنا العديد من الأمثلة. نعم، وخير من يوصينا عن ذلك يعني حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد كلامه؟ نعم، لما نحن الآن نتعثر في إيجاد هذه المكانة لدى المرأة فضيلة الشيخ كريم؟ نعم، هذا السؤال يعني من أهم الأسئلة التي تطرح، يعني وشكر الله لك على هذا السؤال. لما؟ لما؟ لأننا تركنا منهج الله سبحانه وتعالى إلا قليل، حتى لا نظلم أحدا. لما؟ لأننا لا نريد ما يريده الله، ولا نسير خلف ما أراده الله، ولكن نسير خلف أهوائنا والشيطان. ولذا قال القائل: إن ابتليت بأربع، الدنيا ونفسي والشيطان والهوى، فكيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص إلا أن نعود إلى الله جل وعلا، أن نعود لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن نكرم زوجاتنا على أنهن بناتنا. يعني بخاطب كل زوج بيعامل زوجته بأسلوب مش كويس. كل واحد شايفني دلوقتي: اتق الله جل وعلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله سبحانه وتعالى وبكلمة الله، فإياكم وإياكم أن تظلموهن، فإن الله جل وعلا حرم الظلم وكتبه أو جعله على نفسه محرما. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياكم أن تظلموا، إياكم أن تنقصوا زوجاتكم حقهن. يعني ما تبقاش أنت هي رسالة صريحة وواضحة، مش محتاجة توكيد. لكن البعض حضرتك يعني دلوقتي أرجعت الفكرة إن إحنا بنتبع الهوى أحيانا، وإن بيكون في مصالح ممكن حد يغفل حق الأم أو رعايتها بسبب الانشغال في العمل، أو يبدي مثلا الزوجة على الأم، أو يعني يبديها عليها. فبعض المواقف السيئة في الحياة والنماذج اللي نتمنى
أن تختفي تماما من الإنسانية بشكل عام. ويعني مكانة المرأة لو اتكلمنا عنها في حلقات مش هنكفي، والحمد لله إن ديننا خير من يعني من وضع هذه الأسس. من فضل حضرتك يعني رسالة الآن إلى كل من يتابع ويشاهد وقد يعني أصابوا بعض الإيذاء أو بعض التقصير في حق المرأة عموما، سواء كانت الأم أو الإبنة أو الزوجة أو غيره، فكيف يكون العودة مرة أخرى ومراجعة النفس من أجل أن احنا نعود مرة أخرى لهذا الحق؟ نعم. مع كل النساء حوالينا ممكن نقول يعني ما العمل فيما مضى، اللي قصر في اللي فات يعمل إيه، واللي عايز يحسن فيما بقى يعمل إيه. اللي قصر في اللي فات بنقول له يا من أساء فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقى تجز الغرف، وانظر لقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو أنت أسأت لزوجتك أو أسأت لأمك أو أسأت لأختك أو أسأت لأي إنسانة، أي امرأة ما كانت مكانتها زميلة في العمل، زميلة في أي كان، قريبة أخذ ميراثها، يعني عارف النماذج فضلت الشيخ يعني بقت كتيرة فعلا. والله هذه يعني المشكلة أو أكبر المشاكل التي تأتينا في أن أخ منع أخته حقه أو ابن منع أمه حقها. هذه المسائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بهذا الذي ظلم وانتقص وأخذ مالا ليس ماله وحقا ليس بحقه، يؤتى به يوم القيامة فيقال له احفر ما أخذت بأسنانك حتى تصل الماء. هذا الذي يعني لا، أصل احنا ما بنورثش البنات، لست مشرع ولست إلها، أنت عبد مثلك مثلها. أنت بتضع هنا العرف أو الهوى فوق الدين وفوق شرع ربنا. نعم. ومن يعني قدم أمرا على أمر الله جل وعلا قدم الله جل وعلا عنه الناس يوم القيامة، دخلوا الجنة وما زال هو معلقا، لأنه أخر أمر الله في الدنيا فيؤخره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولزال قوم من أمتي يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. هذا فيما بينه وبين ربه في أداء الصلاة، فما بالكم بما بينه وبين الناس. والله جل وعلا لا يقدم إنسانا إلا إذا أدى حقوق العباد، ولن تغفر حقوق العباد إلا إذا رضي العباد. فيا أيها الأحبة اللي سمعيني دلوقتي، رجالا اتقوا الله جل وعلا في من هن تحت أيديكم من النساء، اتقوا الله فيهن، وإياكم أن تكونوا ظالمين وتكتبوا عند الله ظالمين. وبقول لكل زوجة وكل أخت وكل أم، يعني أنت مدرسة، أنت مدرسة، فمدي يدك بالخير واجعلي بيتك بستانا، واجعلي الفرحة والسعادة تملأ بيتك. فلو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. في مشاهد سريعة كده من يعني ما ذكره الرسول الكريم وديننا الإسلامي، يعني المواقف الشهيرة اللي فيها إكرام ومكانة كبيرة للمرأة. يعني حتى سيدنا الرسول عليه السلام حتى في خطبة الوداع قال يعني رفقا بالقوارير، لم يغفل أو لم ينسى، دائما كان في اهتمام كبير بالمرأة. نعم، اهتم الإسلام بالمرأة واهتم الله جل جلاله بالمرأة، فجعل في القرآن الكريم سورة تسمى بسورة النساء، وذكر سورة في القرآن الكريم باسم امرأة، ستنا السيدة مريم عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وذكر في آيات عدة في القرآن الكريم يوصينا بالنساء أما وأختا وزوجة، كل له حقه وكل له مكانته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذا، وهو في جمع كبير وهو في خطبة الوداع وفي حجة الوداع يقول لنا ويعلمنا اتقوا الله في النساء، واستوصوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرنا اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة لأنها انكسر جناحها مالت وضاع حقها ولم تجد من يعينها. الله جل وعلا لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن يا ربنا بعدك وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام كرم المرأة، فكانت المرأة هي نصف الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم على ظهر الأرض كانت امرأة، السيدة خديجة. أول من لقي الله شهيدا في الإسلام كانت امرأة، السيدة سمية رضي الله عنها وأرضاها. فإيانا إيانا أن نظلم حق من رفع الله جل وعلا به الإسلام، ورفع الله جل وعلا مكانته في القرآن، ورفع ذكره سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في الحقيقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان دائم يعني المواقف الكريمة مع يعني بناته أو حتى مع زوجاته وأمام الجميع. نعم. ففي الختام كده حضرتك يعني وضح لنا قد إيه كانت هذه العلاقة المبنية على الكرامة والاهتمام. نعم. هذا الأمر يعني لو أردنا أن نتكلم فيه فيعني لن تكفينا حلقة أو اثنتين، ولكن نأخذ سريعا كده أن سيدنا رسول الله جاءه سيدنا عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. سيدنا عثمان؟ لا. مع منزلة هؤلاء العظام رضوان الله عليهم، ولكنه قال: أحب الناس إلي عائشة. إذا امرأة تذكر أنك تحب زوجتك على الملأ هكذا، نعم، فإنه يعرف حقها. وإن لرسول الله مع ستنا السيدة خديجة بعدما رحلت لما ذبح شاه فجاءه الصحابة، وكان يذهب لصديقتها للوفاء لها، نعم، فقال: أطعموا صويحبات خديجة، أكرموا صويحبات خديجة. فقالت السيدة عائشة: خديجة خديجة، ألم يبدلك الله خيرا منها؟ تقصد نفسها، قالت: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله جل وعلا منها الولد، ومنعني أولاد النساء. هذا رسول الله يعرف لكل إنسان حقه، وخاصة إحدى الضعيفين هي المرأة، فرفع الله جل وعلا مكانها، وأعلى رسول الله بين الأنام ذكرها. فاحفظوا هذه الوصية من رسول الله: استوصوا بالنساء خيرا، واتقوا الله جل وعلا في النساء. احنا محتاجين فقرات وحلقات كتير نتكلم على يعني هذه المكانة، وكيف نطبق يعني ما دعانا الله إليه من خلال ديننا، وأيضا يعني نصائح سيدنا رسول الكريم. بشكر حضرتك على هذه الفقرة، وإحنا مستمرين طبعا في هذه الحلقة مع حضرتك فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، ولكن بعد هذا الفاصل. بنجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ونستكمل حلقتنا نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الإسلام ووصايا ديننا الكريم، وأيضا وصايا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالمرأة، ومش بس داخل الأسرة حتى في المجتمع بشكل عام، كيف يكون التعامل مع المرأة في كل مكان. وفي الحقيقة أي تصرف بيكون فيه تطبيق لصحيح الدين هو انعكاس أيضا للشخص اللي بيقوم بيه، انعكاس لخلفيته الثقافية والدينية، ومدى يعني حقيقي تقربه من ربنا، ومدى إدراكه للدين بشكل عملي، مش بس ممكن كلمات نكون حافظينها ولكن هي بعيدة عن الواقع. هنستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، وبرحب بحضرتك مرة تانية، ونستكمل هذا الحديث اللي في الحقيقة أنا وسيدات كتير سعداء إن إحنا بنسمع كم التكريم اللي في ديننا للمرأة. جاء الإسلام ليتمم تكريم المرأة على ما كان من بعض التكريم عند العرب قبل الإسلام، لأن لم يكن قبل الإسلام وأد للبنات وفقط، لا، كان هنالك تكريم وحفظ لمكانة المرأة ولو بشيء يسير. لما وقف المشركون في ليلة الهجرة أمام بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وغاب النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظرهم ولم يخرج، فقال أحدهم لأبي جهل: هلما لنتسور على محمد بابه، يعني ننط من على السور وندخل نقتله هو في فراشه أو نكسر الباب. قال لهم: كلا، أتريدون أن يتحدث العرب أن عمرو بن هشام روع بنات محمد في بيته؟ إيه، الشهامة هي موجودة يعني، الشهامة نعم. فجاء الإسلام وأقر هذا الأمر. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مكانة المرأة، فلا يترك امرأة كبيرة تحمل على رأسها شيئا ولا يساعدها، ولكن كان يقف إلى جوارها ويساعدها ويحمل عنها. في بدايات الإسلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الصحراء،
فوجد امرأة عجوز ست كبيرة في السن شايلة حاجة كبيرة على رأسها وهي كبيرة في السن مش قادرة. فقال لها إليك عني يا أمي، يعني خلينا نشيل مكانك. والست فقيرة، فشال النبي صلى الله عليه وسلم عنها حملها لحد ما وصلها فين؟ لحد باب بيتها، ودخل لها الحاجة بتاعتها، واللي هو زي ما احنا بنقول كده ده سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان عنده من يخدمه وكان هو خير يعني خلق الله يعني. نعم، هذا وهو في مكة. وبالمعنى البلد اللي احنا بنقوله كده، انت عايزة حاجة تانية يا أمي؟ ما قلنا عليها. فقالت له يا ولدي ليس عندي ما أكافئك به، ما عنديش حاجة أكرمك بيها، ولكن أنصحك نصيحة. قال وما هي يا أمة؟ قالت إنهم يقولون إن في مكة رجلا يقال له محمدا أتى بدين جديد يفرق بين الزوج وزوجه وبين العبد وسيده، إياك أن تسمع له وأن تطيعه. ده هي بتنصح مين؟ تنصح الشاب الذي حمل عنها. فقال لك يا أمه أتعرفين محمدا؟ قال لك ما اسمه يا أمه؟ قالت له محمد بن عبد الله. قال هل تعرفيه؟ أنت شفتيه ولا عرفتيه قبل كده؟ قالت له لا. قال لها يا أمه إنني أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إنني أنا محمد بن عبد الله. فقالت المرأة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. في الحقيقة فضيلة الشيخ، يعني نقطة مهمة جدا لمستها من كلام حضرتك، مش بس إن التطبيق العملي هو الخير يعني دليل على صحيح الدين، ولكن بنتكلم كمان على قد إيه اللي بيحصل دلوقتي شيء مؤسف. يعني من ينظروا الآن إلى الحوادث واللي بيتم من إهانة وتعدي و يعني أشياء مش عايزين نذكرها حتى مع الأطفال، يعني إزاي حتى من هم يعني غير المسلمين هينظروا إلى ديننا؟ إحنا علينا مسؤولية كبيرة. نعم، وللأسف يا أستاذة يأتي الغرب أو تأتي الجمعيات المشبوهة في الغرب فتأخذ هذه المواقف وتصورها أو تصدرها للغرب على أنها هي الإسلام، على أنها هي الإسلام. سيدنا الشيخ محمد الغزالي قال كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر أحدكم أن يؤتى الإسلام من قبله. صحيح. المعلم على ثغر من ثغور الإسلام أنه يعلم الناس، المهندس على ثغر من ثغور الإسلام أنه هو يبني ويعمر، الزوج في بيته على ثغر من ثغور الإسلام حتى لا تنقل صورة الإسلام إلى الغرب في أن الرجل يهين الزوجة أو يهين الأم أو يهين البنت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم زوجته ويكرم أمته ويخشى على أن تلصق بامرأة تهمة أو برجل تهمة. سيدنا النبي واقف في يوم من الأيام مع السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها زوجه، ومر اثنين من الصحابة فنادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إنها صفية، عشان النبي واقف معها في مكان جانبي حتى لا يجنبها الشبهات، نعم حتى لا يظن أحد ولا يتهم هذه المرأة التي لا يعرفونها لأنها لا يظهر وجهها لهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرم هذه المرأة، فخذ بالك إياك أن تسير في هذا الركب وأن تظلم وأن تعتدي وأن تقصر. إياك بقول للزوج إياك أن ترفع يدك لتنزل على وجه من أكرمك الله جل وعلا به، ولا حتى بالقول ولا الإهانة. هذه شيء مفروغ منه، ولكن يعني نؤكد عليه. نعم. ثم بالقول، ثم بالإهانة، ثم بالنظر. بأقل أنواع الإهانة إياك أن تهين زوجتك، كما أنك تكره أن أحدا يهين ابنتك أو أن زوجها يهين ابنتك بعد زواجها، ما إن هذه التي تتزوجها هي ابنة لأحد الناس. صحيح. والله جل وعلا أكرمك ووسع رزقك بها، فإياك أن تضيق رزقك بالاعتداء عليها. هنستكمل حوارنا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، هنطلع نشوف هذا التقرير، هنشوف صدى الاحتياج إلى المياه شكله إيه، وإزاي ممكن تتوفر هذه الخدمات من مياه نظيفة ومستمرة من خلال جهود هذه المؤسسة، مؤسسة الإكرام، ونعود لاستكمال حلقتنا. Thank you.
قطعه كبيره جدا بنتحرك فيها من وادي لوادي ومن تجمع لتجمع ومن عزبه لعزبه بنحفر ابار. ليه بنحفر الابار هنا كتير بالشكل ده؟ لان البير بالنسبه لهم مش بس مصدر الميه، ده مصدر الحياه بالكامل. احنا في صحراء ولو ما عنديش بير هنا ياي حنمشي لفين؟ انا حنمشي اقل حاجه 5 كيلو عشان نجيب ميه. نجيبوها من مسافه كيلوين 3 كيلو ونجيبوا فيها من على البحر. فيه مية على البحر نجيبوا منها، لكن مية حادقة ما تنشربش، مغير نجيبوا فيها للبهايم ونجيبوا فيها للغسيل. نفسي أعمل زي وصلات المية وأدخل جوه كل بيت وأصوره عشان حضراتكم تعرفوا إن الأسر دي فعلا محتاجة للصدقة دي، لكن هنا صعب ان احنا ندخل البيوت عشان العادات والتقاليد. المطر دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنضيعها من قلة ايه؟ من قلة الابار. ما فيش ابار، لو عندنا ابار حنحفظ المية وحنحفظ حاجتنا وحنحفظ النعمة. المية بتاعت البير احسن من المية المعدنية، ونحنا مجربينها من نحن قاعدين في الصحراء من زمان، من أجداد أجدادنا. هو اللي هنا مش أخوك، هو اللي هنا مش بيتك، لازم تحس إن اللي هنا بيتك وتحفر له بير وتقول أنا بيتي البير بتاعه في مطروح، أنا بيتي البير بتاعه في سيناء، أنا بيتي البير بتاعه في أطفيح. أحفر لنفسك بير عند بيت أخوك اللي هنا ومحتاج للبير. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا في هذا التقرير قد إيه حاجة المياه هتفرق في شكل حياة الأسرة، وخاصة الأم اللي مسؤولة يوميا عن تحضير الطعام، نظافة أولادها والمنزل، ويعني حمايتهم من الأمراض بالنظافة المستمرة. كل هذه الأمور مش هتتحقق إلا من خلال طبعا توصيل أبار مياه بها مياه مستمرة متوفرة في كل الفصول، فصول العام وفي كل الأوقات وفي شكل قريب جدا من بيوتهم. بالتأكيد عدم وجود هذه المياه أساسا بيتطلب جهد ووقت كبير جدا حتى يحصلوا عليه، ومش بيبقى بالقدر الكافي اللي بيلبي احتياجاتهم الأساسية. خلينا نستكمل حوارنا عن مكانة المرأة في الإسلام مع فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف. أمهاتنا بهذه الصورة، الست الكبيرة في السن، كل بيت هناك قد يتعدى فيه الأمر من أم أو بنت أو أخت وأولاد ذكور آخرين، فأراد الإسلام أن يكرم هؤلاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللي يروح المكان هناك يمشي أقل المسافات هناك يعني ليست لها قيمة، يعني 10 كيلو والعشرين كيلو والثلاثين كيلو ليست لها قيمة، خاصة إذا كانت على طرق، فما بالك بقى هذه المسافات تكون على بيسموها مدقات في قلب الصحراء، طرق غير ممهدة، وتمشي في حجارة أو في شقوق ربما يخرج على حضرتك تسير بيها حتى بوسيلة مواصلات غير الحيوانات مثلا، بنتكلم على يا يعني إما سير على الأقدام يمكن؟ نعم، سير على الأقدام أو سيارات أيا كان المسمى. فهي المسافات لا تذكر هناك. نعم. هذه المسافات الكبيرة لا تذكر، عشرات الكيلومترات أو مئات أو يزيد أو يقل، هؤلاء في قلب الصحراء. طب ممكن نقول طب تعالوا روحوا في مكان تاني، يقول لك لا، إحنا اتولدنا هنا وعشنا هنا وحنموت هنا. هم خدوا على كده، هم خدوا على كده، زي أعزكم الله زي الأسماك لو خرجت من المية بتموت. الناس دي لو خرجت من الأماكن اللي هي فيها ما تعرفش تعيش. نتكلم على جوانب كتيرة جدا. نعم. بتدعونا ان احنا نساعدهم وان احنا نقرب لهم كل اللي بيحتاجوه، خاصة لو هنتكلم على المياه يعني أساسيات. نعم. حياتنا. نعم، احنا عندنا هناك المية حاجة من اتنين، اما مية أمطار فالمطرة تنزل من السماء، اما ان الأرض تشربها فتروح، او ان هي تتخزن في خزانات اللي هي الأبار اللي تحت الأرض. نعم. خزانات مياه
تحت الارض. ايه ده؟ طب هو الناس بيشربوا هناك ميه المطر؟ اه بيشربوا ميه المطر، وميه المطر عندهم تعادل الميه المعدنيه عندنا هنا. ميه المطر هناك ما تلاقيش فيهم مريض فشل كلوي، ما تلاقيش منهم مريض عنده حصى على الكلى او اي نوع من انواع الحصى. وكان الله سبحانه وتعالى قال لا اجمع عليكم مشقتين، مشقه المرض ومشقه هذا الماء، ولكن هذا الماء بالنسبه لهم حياه. الميه هناك قد تكون مياه امطار او قد تكون مياه مكثفات، يعني مكثف اللي هو تحليه مياه البحر، والدوله بفضل الله بتوفر الامر ده. بس دي نقاط رئيسيه فيها المية اللي هي بتاعة المكثفات أو مية التحلية. بس اللي عايز مية عشان يجيب مية من المكثفات يروح مسافة طويلة. طب احنا بنعمل الأبار ليه؟ الأبار بتحفظ مياه المطر. طب يكفيه قد ايه؟ يكفيه 4 شهور 5 شهور 6 شهور على حسب استخدامه. طب بعد ما يخلص يبقى البير كده ملوش لازمة؟ لا ليه لازمة. طب يستخدم ازاي؟ يروح الراجل ده، يبقى انا وفرت عليه ان هو يشتري مية من المكثفات او من غيره لمدة 5 شهور أو 6 شهور أو أكتر، يروح هو يجيب العربية اللي هي الفنطاز ويملاها من المكثف ويجيب المية دي يفضيها في البير، فيفضل مستمر بالمياه، فيفضل البير مستمر معاه. يبقى أنا أديته البير يجمع فيه مية المطر فيوفر عليه إن هو يشتري مية لمدة 6 شهور ومكان لتخزين المياه عشان تبقى متواجدة كل الأوقات. بالضبط كده. فبدل ما هو كل يوم يروح يملى جركن أو 2 أو 3، لأنه لو ما عندوش بير هيحتاج إن هو يجيب مية كل 2 3 أو كل أسبوع مثلاً عشان تكفيه الأسبوع اللي بعده. لا، الكلام ده مش هيكون متواجد، فهو البير بيخدمه بوجود مياه المطر على أطول فترة، أو بيخدمه بوجود مياه المكثف إن هو ينقل المية ويحطها في البير ده. بشكر حضرتك على هذه الفقرة، وإحنا مستمرين طبعاً في هذه الحلقة مع حضرتك فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، ولكن بعد هذا الفاصل. المشاركة من خلال الأرقام طبعا لزهرة قدام حضراتكم على الشاشة، ويعني هنستمر في الحديث أيضا على فضل هذه الجهود في مساعدة الغير، وخاصة لما بنوصل مية وبنكرم أسرة الأم المسؤولة فيها عن أولادها وعن الأسرة بأكملها، بنقلل وبنشيل الضغط والعبء المحطوط عليها، فبالتأكيد شكل الحياة يختلف، وده أعتقد جزاء كبير جدا فضلت الشيخ. والله يا أستاذة هذا الأمر وهذه المعايشة التي نعيشها، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هؤلاء وكأنه يعيش بينهم الآن، فكان دائما يحثنا على الصدقة، ليس في أي شيء وإنما في سقي الماء. لما يجي له سيدنا سعد بن عبادة يقول له يا رسول الله إن أمي ماتت يا رسول الله أفأتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بسقي الماء. يجي سيدنا سعد بن عبادة ويحفر البئر لقوم يحتاجون الماء، ثم يقف على البئر ويقول اللهم إني أشهدك أن هذا عن أم سعد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعونا ويحثنا على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، والوقوف إلى جوار المحتاج. يروى في عهد بني أمية أن رجلا تاجرا كان ممن وسع الله سبحانه وتعالى عليه، خرج في تجارة وأخذ كل ماله، فخرج عليه قطاع الطرق وأخذوا كل ما معه من مال، فعاد الرجل إلى زوجته التي كان قد وسع عليها وقال لها اذهبي إلى أهلك. خلاص مش معاه فلوس دلوقتي. معهوش فلوس، اذهبي إلى أهلك. وعز عليه أن يطلقها. روحي لأهلك لأن أنا مش هقدر يعني أسعدك وإن أنا أوسع عليك زي ما كنت قبل كده، لأن فلوسي كلها راحت. اذهبي إلى أهلك. فخرجت المرأة من بيت زوجها ولم تذهب إلى أهلها، وإنما ذهبت إلى أمير من أمراء بني أمية وطرقت الباب في البيت، فخرج الخادم فقال لها من أنت؟ قالت له أسيدك موجود؟ قال نعم. قالت له قل له أختك بالباب. والخادم يعرف أن الأمير ليس له أخت، ولكنه دخل ثم قال للأمير أيها الأمير إن امرأة بالباب تدعي أنها أختك. فقال له أدخلها. فدخلت المرأة فقال لها من أي إخوتي يرحمك الله؟ قالت له أختك من آدم. قال رحم مقطوعة وسأكون أول من وصلها. بما تأمرين يا أختاه؟ ما تخفش بكلامها ولا لا 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 ولا أي شيء. لا 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 رحم مقطوعة وسأكون أول من وصلها. بما تأمرين يا أختاه؟ قالت له أيها الأمير يعز على مثلك أن يعلم أن الفقر مر المذاق،
من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء تخرجونه ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. بلاغة السيدات يعني. نعم. هي فقال لها أعيدي. قالت له أيها الأمير، يعز عادة على مثلك أن يعرف أن الفقر مر المزاق. وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء تخرجونه ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال لها أعيدي للمرة الثالثة فأعادت. قال لها أعيدي. قالت لا والله أيها الأمير، لقد وصلك ما وصلك ما أردت. أنت فهمت اللي أنا عايز أقوله؟ طب هو ليه فضلتك كان يعني حابب أن هي تكرر؟ وهذا الذي حدث، هو ما يحكيه. فنادى على خادمه، أيها الخادم أعطها عشرا من العبيد وعشرا من الجواري من الإماء، وأعطها من الإبل عشرة، ومن الأغنام عشرة، ومن المال ما تريد وفوق ما تريد، والله ولأعطينك على كل مرة ذكرتيها مثل هذه، ولو أعدت أكثر من ذلك لأعطيتك على كل مرة مثلها. هذا الرجل كأن كل مرة كانت بتصحي فيه إحساس قد إيه ده باقي عند ربنا، فاعمل ده بلا يعني خوف من أنه الفقر. الفقر مر المذاق. صحيح. ولا يعرف طعم الفقر إلا من ذاق. يعني والله لما بننزل نصور يا أستاذة نجد أناسا لا يعرفون عن السعة شيئا، ولكنهم يعرفون عن الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم من القليل فوق كل شيء. نعم. وهؤلاء منزلتهم عظيمة عند الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصابرين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الصابرين، فما بالك بمن جاء ووقف إلى جوارهم ومد إليهم يد العون خوفا مما سيلاقيه يوم التلاق. هذا اللقاء وهذه الفقرة أيضا مع مشاهدينا الكرام، ولكن هنشوف يعني استكمال هذه الجهود في محافظة. مؤسسة إكرام. إكرام، فكر في المعنى كده. إكرام، مين اللي محتاج الإكرام؟ الناس البسطاء، الناس الفقراء. لا أنا وإنت اللي محتاجين الإكرام. أنا جاي في مدينة سيدي براني في علوة الضبع محافظة مطروح، محتاجين أبيار، والحمد لله يعني ما يعملوا أبيار، عملوا 200 بير أو 200 أو 150 بير، لكن شوية ما في الناس محتاجين يعني أبيار إن شاء الله يعني، بس لسه محتاجين أبيار. إحنا بنروح نجيب المي، كنا من سيدي براني مسافات طويلة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم أنتم إنكم جيتوا لعند أنا ودرتوا لنا هالأبار. مؤسسة إكرام بتيجي هنا علشان تكرمكم أنتوا يا أهل الفضل بأن احنا نفتح مجالات جديدة لفعل خير جديد وكبير وعظيم لأهلينا في صحراء براني، علشان نعمل لهم آبار المية، وده المصدر الأساسي والرئيسي والوحيد لهم في تأمين مياه شرب نازلة من السماء. مش مكلفانا حاجة، بس بتكلفنا تمن البير اللي بيكلفنا، أقل بير بنعمله هنا في صحراء براني بيكلفنا 25,000 جنيه. الناس هنا ما تقدرش تحفر أبار لأن تكلف علينا، ونحن ما فيش فلوس يعني نديروا أبار شكل لبردي. سيدي براني قاعدة في صحراء، في صحراء قاحلة ما يجيها إلا زام الله خير أهل الخير، يجوا ويديروا في أبار، والآبار هذين يسقن فينا ويسقن في أولادنا وأولاد أولادنا، ممكن يقعد 300-400 سنة. أهلاً
بحضراتكم من جديد. فضلت الشيخ كارم، يعني قد إيه فعل الخير بيفرق في حياة كل إنسان؟ من اللي حضرتك ذكرته حتى قبل ما نشوف التقرير ونتابع مدى الاحتياج لحفر أبار جديدة للمياه في مطروح، نتكلم على فضل عظيم قوي. بتهيألي كلنا المفروض نسعى جداً إن إحنا نقوم بأي مساعدة لغيرنا. نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وحثنا على هذا الأمر. حثنا لأن هناك من الناس من عنده ضيق في شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واحد محتاج مساعدة ولو بسيطة، فيعني أنا ما أقدرش أن أنا أساعده غير أن أنا مثلا أساعده بعشرة جنيه، بخمسين جنيه، بمية جنيه، بس لما أجي أحسب المبلغ اللي أنا دفعته مع المبلغ الكلي مش هيديني حاجة، لا يحسب في المبلغ، ما يجيبش 1%. كويس؟ فمن نفس هنا نفس الله جل وعلا عنه هناك يوم القيامة. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يطلع درجة أعلى: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هنا حجم الإنفاق أعلى شوية أو المساعدة أكبر شوية. كويس؟ تمام. هنا مع فرق التعسير هنا أو التعسر هنا مع يوم القيامة. الأجر هنا ممكن أدفع فلوس، ممكن أغير الوضع بأقل القليل، إنما هناك حسنات وسيئات وليس هناك غيرها. في الحقيقة طبعا الجزاء لأي فعل خير بكل أوجهه في حياتنا، سواء كان عبادات ومعاملات وتقرب لله بأوجه كثيرة، بالتأكيد يعني مدام بنية صادقة أو نية خالصة لله، عارفين إن هي جزاءها كبير، وربنا طبعا سبحانه وتعالى بيضاعف لمن يشاء. لكن في كده أجزاء ليها انعكاسات مباشرة على حياتنا، لما بحس إن أنا يعني ساعدت حد في كربة زي ما حضرتك قلت، وعديت عليه أزمة، أو يعني ما خليتوش يتعرض ليها، أو شلت عنه مشكلة. في الحقيقة كده في إحساس غريب بيحصل وحقيقي، بتلاقي الإنسان حياته فيها بركة، في اتزان، في رضا كده، يمكن عن الإنسان يكون حاسس برضا نوعا ما عن نفسه، أو حاسس أنه عمل حاجة، فده تقدير للذات مرة أخرى. فكلمنا عن هذه الجوانب الجميلة لما بنقوم بأعمال الخير. نعم، هذا الجانب له جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. جزاء في الآخرة يعني بدايته أن يظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي الدنيا من أنفق أنفق الله جل وعلا عليه، هتطلع من هنا ربنا هيدي لك من الناحية التانية يد تصدق بها، فأعطاه الله جل وعلا بيديه الكريمتين ما لا يخشى الفقر، يعني ما يخافش بعد كده من الفقر. إنسان مهموم فأخرج من ماله ليدخل السرور على غيره، فإن الجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك سبحانه وتعالى أحد، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الناس إحسانه. عايز ربنا يدخل عليك الفرحة في بيتك، دخل فرحة على الناس. عايز ربنا يسعدك ويسعد أولادك، دخل السعادة والفرحة على الناس بأنك تحفر لهم بير في قلب الصحراء، يجمع لهم المية ويشربوا ويدعوا لك في كل لحظة بالبركة والسعادة والفرح والسرور في الدنيا والآخرة. ربنا يكرم حضرتك على هذا الكلام الجميل، وإن شاء الله يعني كل الأعمال الصالحة بالتأكيد مردودها بيكون من عند ربنا مضاعف في الدنيا وفي الآخرة. شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، وشكر موصول لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة لهذه الحلقة، وبالتأكيد أي مساعدة أو أي مبادرة ممكن تكون من خلال الأرقام اللي ظهر قدام حضراتكم على مدار الحلقة على الشاشة، ودايما نلقاكم وأنتم في أفضل حال. إلى اللقاء.